أنهت المحافظة الشمالية برنامجها السنوي لتدريب طلبة وطالبات مساق خدمة المجتمع في المدارس الثانوية بمناطق المحافظة، والذي يأتي ضمن المقررات الإلزامية بمناهج التعليم الثانوي في المدارس الحكومية، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية التي تنفذه المحافظة بالتعاون مع مدارس المحافظة. وأشار مدير إدارة البرامج الاجتماعية وشؤون المجتمع أن سعادة السيد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور محافظ الشمالية قد وجه إلى ضرورة استغلال الفترة التدريبية للطلبة في سبيل إطلاعهم وتدريبهم على أسس وفنون العمل الاجتماعي بما يساهم في توسيع مداركهم ويرفع من كفاءتهم في مساراتهم الدراسية ومستقبلهم العملي. يذكر أن البرنامج التدريبي لهذا العام قد تضمن على عدد من الزيارات إلى أقسام وزارة الداخلية شمل الأكاديمية الملكية للشرطة وجناح الأثر بالإضافة إلى جسر الملك فهد، حيث اطلع الطلبة البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة من مختلف مدارس المحافظة الثانوية خلال هذه الزيارات على أهم الخدمات التي تقدمها هذه الأقسام والإدارات لخدمة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.